امبارح كان في قمة ثلاثية في القاهرة، عبد الفتاح السيسي استضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني الملك عبد الله. النهاردة محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في أبو ظبي بيستضيف أمير دولة قطر وأمراء وملوك سلطنة عمان والبحرين وملك الأردن وعبد الفتاح السيسي، وتغيب السعودية وتغيب الكويت. الحقيقة ما بقيناش عارفين، هل دي قمة من قمم دول مجلس التعاون الخليجي، ولا دي قمة عربية متعلقة بالقضية الفلسطينية مثلا، ولا دي قمة شحاتة السيسي رايح ياخد فلوس، ولا دي قمة مصالحة قطرية إماراتية، لأن دي المرة الأولى للأمير دولة قطر يزور فيها أبو ظبي بعد أزمة الحصار والمصالحة. أسئلة كثيرة في الحقيقة، لكن الرئاسة المصرية احتفت بوصول عبد الفتاح السيسي للإمارات زي ما هنشوف في الخبر اللي هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة. عبد الفتاح السيسي يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة أبو ظبي. حتى الاسم عام جدا، ما احناش عارفين هي قمة تبع إيه الحقيقة. مشاهد كثيرة هنتكلم عنها وأسئلة أكثر أنقلها إلى ضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب من لندن، الصحفي الأستاذ محمد أمين. محمد أهلا بك. أهلا أستاذ أسامة، أهلا وسهلا. قمة أبو ظبي، هل هي قمة لدول مجلس التعاون الخليجي أم هي قمة عربية مصغرة لها أهداف تخص المنطقة والإقليم؟ شكرا دكتور أسامة. الحقيقة لا هذا ولا ذاك. الحقيقة القمة، الظروف التي انعقدت فيها القمة والإعلان عنها بشكل مفاجئ وأطرافها، وتحديدا غياب المملكة العربية السعودية. إذا كانت قمة خليجية فالمملكة العربية السعودية هي عنوان دول الخليج، وإذا كانت قمة عربية تشاورية لماذا غابت باقي الدول؟ وهل تعقد القمم العربية خلال 48 ساعة أو 24 ساعة أو أقل؟ هذه قمة طارئة، وهذا اجتماع طارئ للتشاور حول بنود محددة من قبل الداعي وهي دولة الإمارات العربية. وبالتالي اليوم كان لافتا جدا غياب المملكة العربية السعودية وغياب الكويت، وهذا هم في المشهد. النقطة الأخرى أن الداعي إلى القمة دولة الإمارات باتت وخلال السنوات الماضية تقدم نفسها كعراب وكطليعة لتنفيذ المشروع الإسرائيلي، وأي قمة تدعو لها أو تنعقد برعاية أبو ظبي فهي بشكل أو بآخر لا يمكن لنا كمراقبين إلا أن نربطها بالسياق الإسرائيلي باعتبار أن هناك تحالفا استراتيجيا إماراتيا إسرائيليا. رقم ثلاثة، أن هذه القمة تنعقد وسط ظروف مالية صعبة جدا تمر فيها مصر، وهنا أتي للعامل المصري، وهناك تحذيرات واسعة من انهيار الاقتصاد المصري. إذن الرئيس المصري يذهب إلى أبو ظبي تحت عنوان رئيسي وهو المال والبحث عن يعني داعم مالي للخروج من الورطة. اليوم الفاينانشال تايمز البريطانية نشرت تقرير بالغ الأهمية تتحدث فيه عن أحد الخيارات وهو انهيار مصر. إذن أنا برأيي أن هذه القمة حتى هذه اللحظة هي قمة غير واضحة، لكن أنا برأيي أنه بشكل أو بآخر إذا ربطنا القمة التي عقدت في القاهرة واجتماع عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني معاهل الأردن، يمكن أن نبدأ في تفسير هذه القمة وأسبابها. برأيي أن هناك شيء له علاقة بالحديث مع إسرائيل، وهناك شيء له علاقة بالعلاقة الوطيدة اللي تربط عبد الفتاح السيسي ببنيامين نتنياهو اللي هو على رأس الحكومة اليوم في إسرائيل، وهناك قلق مشروع إقليمي أردني وفلسطيني من الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل. لكن هناك عنوان واحد وهو دعم بنيامين نتنياهو، وكما تعرف أنه هو تربط علاقة وطيدة مع الرئيس المصري، وهو الذي كان الدعامة الأساسية في الترويج للنظام المصري، وهو الذي تربط علاقة شخصية مع السيسي. فأنا برأيي ثمة شيء ما قد يكون إعادة طرح أو تسويق مشروع صفقة القرن مقابل ضخ أموال، يعني يربط بين المساعدات للفلسطينيين وحتى للأردن بمقابل مجموعة من الطلبات اللي ينقلها عبد الفتاح السيسي إلى الأطراف الفلسطينية. طيب والأردنية محمد، هناك طبعا بتوجيه إماراتي. مشهد يستحق أن نتوقف عنده، ألا يفترض في مثل هذه القمم والاجتماعات العربية أن يصطحب رئيس الجمهورية وزير الخارجية؟ يعني أليست هذه لقاءات على مستوى دبلوماسي يرتقي لمستوى وزير الخارجية؟ لماذا يظهر عباس كامل مدير المخابرات العامة برفقة السيسي ولا يظهر سامح شكري؟ لأنه هذه ليست ملفات دولة، هذه صفقات ترتبط بشخص رئيس النظام المصري وببعض الملفات الأمنية السرية المطلوب أن ينفذها. وأنا أعتقد بأنه فيما يتعلق في البوابة الإسرائيلية هناك مشروع قديم إماراتي له علاقة بضخ الأموال لكن مقابل تنفيذ
صفقة القرن وضخ استثمارات لمصر في سيناء لأن تكون من جهة هذه كان النظام المصري ستوفر له المال وهو في أشد الحاجة للمال، ورقم اثنين سينفذ المشروع الإماراتي له علاقة بصفقة القرن وهي رؤية إسرائيل وبيريز بشرق أوسط جديد يتم في ترحيل الفلسطينيين إلى السويس. أنا أعتقد أن الظروف اليوم اللي تعقد فيها هذه القمة يجعلنا نطرح هذه الأسئلة بكل اهتمام، هل هناك محاولة لإعادة إحياء مشروع صفقة القرن والتحول المنطقة هذه تحول إلى منطقة تحل فيها القضايا السياسية على حساب الشعب الفلسطيني، وهناك ضخ أموال يعني ربط للمال الذي السلطة الفلسطينية في أمس الحاجة له. دعني أشير أيضا أسامة أن إسرائيل قطعت أموال الضرائب وحصرت السلطة والسلطة ربما تنهار في أي لحظة، وبالتالي هناك شرط وحيد للمال وتدفق المال لكل هذه الأطراف وهو العودة مرة أخرى لمشروع صفقة القرن. رقم اثنين أيضا، لماذا لم يذهب أصلا الرئيس الفلسطيني إلى أبوظبي؟ طبعا هو معروف أنه في خلافات، لكن في هناك مسار آخر وهو ربما تسعى يعني الإمارات إلى توسيع قاعدة التطبيع، هذا أيضا مطروح على الملف. لكن إذا أنت إذا تريد مصريا، أرى برأيي أن المال ومعروف عن الرئيس المصري بأنه يعني وكما جاء في تسريباته أنه دائما يربط الالتزامات السياسية بالمال أو بالرز كما كان يسميه، فهو مستعد الآن في هذه اللحظة. طيب بالحديث عن المال محمد، دعني أتوقف معك ومع السادة المشاهدين ونستعرض هذه الصورة لأنه ربما نفهم منها سياق هذه القمة. يعني لو عرضنا صورة السيسي برفقة الأمراء والزعماء في هذه القمة، يا ريت الصورة تظهر على الشاشة قدامنا. المشهد أنا مش عارف الصورة هل ظاهرة قدامك محمد ولا لا، لكن نعم. طيب احنا شايفين من المشهد يعني رئيس الإمارات قاعد مرتاح جدا، أمير قطر قاعد مرتاح جدا، سلطنة عمان كذلك، البحرين، ملك الأردن يعني في حالة تحفز. لكن أنا لم أفهم تعبيرات الجسد ولغة الجسد لعبد الفتاح السيسي في هذه اللقطة. يعني أنت بتكلم أنه هو محتاج فلوس وأن في أزمة اقتصادية، الصورة الحقيقة بتقول كلام غريب جدا محمد، معرفش يعني كيف قرأت هذا المشهد؟ الحقيقة الصورة للأسف الشديد يعني هناك بعض السمات المعروف عنها الرئيس المصري. أول شيء اللي هو يجيد عملية يعني بين قوسين التسول، فهو دائما يظهر بصورة الـ يعني البسيط الفقير الغلبان التعبان، وبالتالي هو جاء يعني وكأنه يريد أن يقول كم سأتقاضى اليوم، يعني حالة هيك جالس بطريقة فيها نوع من عدم يعني الارتياح، فيها نوع من حالة من يعني الذل حقيقة، يعني في ذل هيك وفي حالة من الهوان. وأيضا هناك وكأنه يتلقى الدروس يعني من مضيفه، وكأنه هو قادم فقط ليستمع إلى ما هو مطلوب منه ثم يقوم بتنفيذه. وحقيقة هنا أيضا بعيدا عن السيسي، هنا تساؤل عن مصر يعني وجمهورية مصر العربية كدولة مركزية وأساسية أهم وأكبر دولة عربية، أن يتحول فيها الرئيس إلى مندوب يقوم بتلقي يعني المطالب ثم يقوم بتنفيذها، أو بروكر كما يقال يعني وسيط في ملفاته في مشاريع. وهذا طبعا يعكس حالة التردي اللي وصلت لها الدولة المصرية. نعم. حتى في أسوأ أيام حسني مبارك عندما كان في آخر أيام نظامه، كان لا يمكن للأمريكان ولا لأي طرف إقليمي يريد أن يحدث أي نوع من المشاريع أو يريد أن يتكلم أحد في المنطقة إلا أن يأتي مباشرة إلى القاهرة. أوباما عندما فاز في الانتخابات ثاني يوم كان في القاهرة يخاطب العالم الإسلامي، وكذلك الرؤساء الآخرين كانوا دائما عنوانهم القاهرة. اليوم يستدعى دكتور أسامة، يستدعى الرئيس المصري إلى القاهرة ويجلس بشكل مهين ويريد أن يتلقى التعليمات ليقوم بتنفيذها. هذا الوضع يعكس الأزمة الحقيقية. نعم. التي وصل لها الحال في مصر. أشكرك شكرا جزيلا محمد أمين الكاتب والصحفي، كنت ضيفي عبر سكايب. طيب أنا الحقيقة كمواطن مصري الصورة دي مزعجة جدا بالنسبة لي، الصورة دي مهينة للشعب المصري. حضرتك بص معايا كده واحدة واحدة، كل واحد فيهم قاعد عامل ازاي يعني، والراجل ده قاعد عامل كده ليه؟ انا فعلا محتاج افهم يعني هو عبد الفتاح السيسي ماله يا جماعة؟ يعني اما انه محتاج مثلا يدخل دورة المية بسرعة، واما انه بردان، واما انه مفيش مكان كفاية ما بين يعني الامراء والملوك اللي هو قاعد جنبهم فقاعد في مساحة ضيقة، وإما إنه مكسوف من حاجة، وإما إنه محرج من حاجة، وإما إنه قاعد يعني هدومه مش مريحاه مثلا.
واما انه قاعد قعده الطفل اللي مستني ابوه وعمامه وهم بيوزعوا العيديه في العيد وقاعد مستني دوره. انا يعني انا اسف والله بس ده مشهد لا يليق بمصر. مع كامل الاحترام للزعماء والملوك والامراء والدول العربيه الشقيقه على العين والراس، ده مشهد لا يليق بقيمه مصر. يا جماعه كفايه قله قيمه، كفايه تقزيم، كفايه مرمغه لسمعه مصر في الطين على ايد الراجل ده. الصوره اهم من صورتي لو سمحتوا طلعوها. مش معقول، دي صوره عار، عيب، ده عيب. لا جمال عبد الناصر كان كده، ولا انور السادات كان كده، ولا حسني مبارك كان كده، ولا محمد مرسي كان كده، ولا المشير طنطاوي كان كده. الناس اللي حكمت مصر، ولا محمد نجيب كان كده. مش معقول يا جماعة، مش معقول. مصر قيمتها أكبر من الراجل ده. مصر ما تستاهلش الرخص اللي الراجل ده بيرخصه لها. ده رخص. القعدة دي قعدة رخص، مش قعدة رئيس دولة بحجم مصر. الصورة دي ممكن يتعمل عليها كوميك، ممكن يتعمل عليها تريقة، ممكن أطلع أقعد أتريق وأضحك وأقول إفيهات ومش عارف إيه لا لا خالص. اللقطة دي مهينة لمصر. ما يصحش رئيس دولة بحجم مصر، يعني هو المفترض بيتعامل أو بيتم معاملته إن هو رئيس مصر يعني، يبقى بالشكل ده. أنت قاعد كده ليه يا عم أنت؟ ما تفرض نفسك وتقعد زي الناس. أنت المفروض بتمثل مصر، يعني للأسف أنت المفروض رئيس مصر، للأسف أنت رئيس مصر. يعني شاءت الأقدار إن أنت بانقلاب عسكري وكده والناس تتعامل معاك إنك رئيس مصر. فأنت أنت قاعد كده ليه؟ يعني أنا دي قعدة شحات يا أخوانا. دي جلسة شحاتة. ده قاعد بيقول تفتكر أمير قطر طيب بعد القعدة دي هو هزر معايا، طب هيديني حاجة ولا هيطلب أصول؟ طب تفتكر ولي عهد رئيس الإمارات محمد بن زايد طب هيقول لي هات المينا الفلانية ولا هيقول لي أعطيه 2 مليار؟ طب تفتكر أنا هرجع بشكارتين رز ولا هرجع بايع مثلا 3 مواني ومش عارف كام شركة ومتنازل عنهم؟ البحرين وعمان لا ما معهمش فلوس مش هيعملوا حاجة، إنما القصة كلها دلوقتي في الإمارات وقطر، والأردن أكيد محتاج فلوس زيي. فهل هي مربوحة إن شاء الله؟ يعني هتبقى ربحانة وهنرجع عاملين شوية شغل حلوين في الطلعة بتاعت الإمارات دي، ولا هما جايبيني عشان يكلموني عن فلسطين وعن إسرائيل وعن نتنياهو وهتيجي عليا السفرية دي بخسارة؟ ها يعني دي جولة في عقل هذا المسخ اللي قاعد قدام حضراتكو، القعدة المهينة اللي هو قاعدها دي حاجة بصراحة قمة العار. هرجع أقول تاني، دي مصر أكبر من عبد الفتاح السيسي. مصر لا تستحق قزم زي عبد الفتاح السيسي يكون في صدارة المشهد بتاعها.